السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جاسر أو جاسر أوفر. جاسر مقطع جديد، هو كيفية اكتساب نقاط الخبرة بأسرع طريقة من خلال أماكن القوة. شوف هذه النقاط المتاحة، شفتها اللي ترفع نقاط الخبرة أو نقاط المهارة. أول شيء، أول المكان الأول في اللي هي خريطة، إيش اسم الخريطة هذه؟ والله ناسي. أول خريطة هذه الزبدة، عند المكان عند الطاحونة، فوق الطاحونة، مكان الطاقة الأول، هذا هو أتوقع اسم الخريطة وايت أورتشرد، أول خريطة تروحها أنت وفي زمير. طبعا أنا ماخذ جميع أماكن الطاقة أو أماكن القوة، عشان كذا ما راح أكتسب النقاط، بس راح أوضح الأماكن عشان أنتوا تكتسبونها. هذا مكان القوة الأول. الحين ما يجي عندي نقاط خبرة، بس بيجي يقول لك زادت قوة علامة أجني. هذا المكان الثاني على طول فوقه. طبعا أكثر شيء راح يستفيد من هذا المقطع اللي بعدين توهم اللعبة، أما المخلصين فما أتوقع يعني راحت عليهم هذه الطريقة. هذا المكان الثالث تحت على اليسار، تحت يسمونه حامية نيرفجار. وهذا المكان الرابع تحت الجسر المكسور. وإذا ما طلعت هذه الأماكن تتابع بس المقطع. طبعا إذا أنت أول مرة تأخذ هذه الأماكن الطاقة راح يجيك على اليسار تحت يسمونه اكتساب نقطة خبرة، بس بما أني أنا أخذتها أشوف، لأنه هنا لونها غامق، أما إذا كان أول مرة تأخذها راح يكون لونها أبيض مكان الطاقة أو مكان القوة عفوا. إذا عجبكم المقطع اكتبوا في التعليقات عشان أسوي باقي الخرائط، باقي تقريبا خريطتين أو ثلاث خرائط غير هذه. طبعا هذا المكان الأخير، مكان القوة السادس، هو تقريبا ست نقاط في الخريطة غير التلفيل. إذا لفلت تأخذ نقطة خبرة. وصلنا لنهاية المقطع، إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك. مع السلامة.